طيب راح نكمل مع بعض الآن بعض الشغلات البسيطة بالنسبة للبيانات الموجودة عندنا. في عندنا طبعا هذا بالنسبة اللي حكيناه بالنسبة لإدخال البيانات، العمليات الحسابية البسيطة على البيانات، العمليات على الجدول، إنه في عندي بيانات كثيرة وأنا بدي أعمل عملية حسابية واللي هو أعممها على كل الجدول هذا. في عندي طبعا بعض الدوال الجاهزة اللي حنحكي عن جزء بسيط جدا منها اليوم، وحنكمل إن شاء الله في المحاضرة الجاية الباقي. أنا في هذا المكان بدي أروح أطلع على اللي هو متوسط درجات الطلاب، متوسط الدرجات يعني المعدل، تمام. نروح نشوف مين أعلى قيمة أو أعلى درجة، مين أقل درجة، ومثلا مجموع الدرجات اللي موجودة عندنا. الآن نتيجة المتوسط الدرجة بنلاحظ شغلة، إنه إلها نتيجة واحدة بس، تمام. الآن مش زي المعادلات اللي كنا نكتبها إن لكل طالب نتيجة، تمام. هنا أنا بدي أعمل متوسط درجات الطلاب، يعني قديش المعدل العام تبع الطلاب هذا. هذا بنسميه افرج، بنسميه افرج أو المعدل. متوسط هذه الدرجات عندي فوق اللي هو السيجما هذه الموجودة، جنبها في سهم صغير راح نختار منها متوسط. هاي متوسط، افرج، معدل، كلها بنفس المفهوم متوسط. الآن طب متوسط لاحظوا كتب لي يساوي افرج لمين؟ راح هو علم لحاله، ضله ماشي يدور على بيانات وعلم لحاله لعند سي 2. لا، انا بدي متوسط هذول، فمباشرة بروح بحددهم بهذا الشكل وبعمل له اللي هو ادخال، اعطاني متوسط هذه الدرجات. اعلى درجة في هذول نفس الفكرة، هختار حد اقصى، حد اقصى او اعلى درجة، اعلى قيمة، نفس المفهوم، حد اقصى، واختار القيم اللي موجودة عندي في هذا المكان. اقل درجة، حد ادنى واللي هي مينيمم للقيم الموجودة هنا. مجموع الدرجات اللي هو الاول واحدة فيهم اللي هو السم، سم او المجموع، تمام. هروح اجمع مثلا الدرجات هذه وهقول له صح، فهين جاب لي مجموعهم. اقل درجة فيهم 64، اعلى درجة 97، متوسط الدرجات 81. لاحظوا انا جمعت هذا، لاحظوا احنا لو رحنا غيرنا ال 58 عملناها 99، ايش اللي حيتغير؟ حيتغير المجموع اللي هنا والمعدل هذا وكل الارقام الموجوده هذه، لانه احنا استخدمنا اسماء الخلايا مش ارقامها. مجرد ما انا احط ادخال كل شيء عندي تغير، كل شيء عندي تغير في القيم اللي موجوده هنا. هذا بالنسبه للدوال البسيطه اللي هي متوسط، الافرج، ماكسيمم اعلى درجه، مينيمم اقل درجه، والسميشن او اللي هو السم مجموع الدرجات الموجوده عندي. الان اخر شغله بدنا نعملها ان شاء الله في المحاضره اليوم على البيانات موضوع تنسيق شرطي. يعني بدي اطلع على الرقم هذا، شايفين الارقام هذه؟ لاحظوا عندنا 94، خلي عندي هنا 50، ننزل المعدل شويه وهنا ننزله كثير. بدي اروح اطلع على القيم هذه اللي موجوده هنا، بدي اقول له اذا الرقم لاحظوا اقل من 50 لو اللي اياه باللون الاحمر، يعني في مشكله، الطالب ممكن يكون راسب. الاعلى من 50 حيكون اخضر. طيب اللي يساوي 50 مع الناجح ولا مع الراسب؟ مع الناجح. فبالتالي انا بقول له اقل من 50 احمر، اكبر من او يساوي 50 بكون اخضر اللي هو ناجح. الفكره اني حعلم الارقام، اهم شغله اني اعلم هذه الارقام، وممكن اعلمهم كلهم، ها فيش مشكله، تمام. اعلم الارقام تطبق عليهم، وراح على تنسيق شرطي. لاحظوا احنا لحتى الان كل شغلنا في الصفحه الرئيسيه تنسيق شرطي. في عندي هنا اداره القواعد، اداره القواعد هنا بدي اقول له بدي قاعده جديده بتقول انه دور لي على القيم كمان مرة، قاعدة جديدة بدي انسق الخلايا اللي بتحتوي فقط، شايفين تنسيق الخلايا التي تحتوي فقط على
قيمة الخلية عبارة عن نصوص أو عندنا أرقام هنا، بدي قيمة الخلية تكون تمام أصغر من قديش؟ 50. الأصغر من 50 بدي أروح أنسقها، هاي التنسيق تبعها، أعمل لي إلها تعبئة باللون الأخضر، هاي موافق، أو باللون الأحمر، تعبئة باللون الأحمر وموافق تمام؟ وهي كمان مرة موافق. طيب كمان قاعدة بدي أعمل أنسق الخلايا اللي الأرقام أكبر من أو يساوي 50 باللون الأخضر، هاي موافق. الآن صار عندي قاعدتين، مجرد ما أحط تطبيق لاحظوا إيش بيصير، عندي بس هذا الرقم الأقل من 50 وبس هذا الرقم الأقل من 50 موافق. لو رحت غيرت هذا الرقم مثلا ل 40 مباشرة حيتغير لونه للأحمر، لو غيرت هذا ل 80 حيتغير هذا اللون وهذا اللون للأخضر. فالآن صار في عندي تنسيق بناء على قيمة الخلية، وبيتغير بتغير قيمة الخلية اللي موجودة عندي. تنسيق شرطي إدارة القواعد، قاعدة جديدة، أنا مسحت كل القواعد. طيب الآن بدي أقول له إذا كانت قيمة الخلية أقل من 50 أحمر، أخذ لون غير الأحمر، هاي أحمر مش مشكلة، وهاي موافق. تطبيق لقى لي تنتين. كمان قاعدة بدي الخلية اللي تكون بين الخمسين والسبعين مثلا باللون أزرق، هاي موافق. تطبيق راح طبق لي إياهم. طيب كمان واحدة، قيمة التنسيق الخلايا القيمة اللي بين، مش مشكلة ما بيعلم حدا، حنشوف احنا فيش مشكلة. الآن لو قلنا احنا قلنا في 50 بين 50 و70 بين 71 و90 من السرقة مثلا أخضر فعلا، هاي موافق. الآن آخر قاعدة هنقول له كل القيم اللي أكبر من، كل القيم اللي أكبر من مثلا 90 أعطيها تنسيق باللون الأخضر الغامق. تطبيق الآن صار كل القيم عندي لها ألوان. لاحظوا عندي هاي 29، لو غيرت 29 ل 55 حيتغير لونها، حضل حدا باللون الأحمر؟ لكن القاعدة مطبق عليهم كلهم ولا لا؟ مطبق، يعني لو هذه رحت عملتها 40 حيرجع يعطيني إلها اللون الأحمر، صار عندي هاي لون وهاي لون وهاي لون وهاي كمان لون، أربع قواعد عملتهم مع نفس الخلايا. الفكرة إني أعلم الخلايا اللي أنا بدي أطبق عليها القاعدة تنسيق شرطي إدارة القواعد، حروح أعمل قواعد جديدة جديدة. إذا بدي أحذفهم من هذا المكان حذف حذف، بحذف كل القواعد اللي أنا عملتها على الخلايا الموجودة عندي في هذا المكان. موافق؟ طبق لي إياها مباشرة. طبعا في عندنا تنسيقات ثانية احنا ممكن نشتغل عليها تمام، في ايقونات هيها تمام، بحط لي اعلى واقل ونطالع نازل، اشاره قويه مش قويه، في عندي كثير خيارات. هذا بالنسبه للتنسيق الشرطي. طبعا هنا انا بعمله بشكل يدوي مش مشكلة، أنا الآن بعمل هذا الكلام أو كتبته بشكل يدوي في الدوال، لما ناخذ الدوال حنكتبه أو ينعمل بشكل تلقائي. قدام على تنسيق شرطي نفس الكلام اللي حكيناه، إدارة القواعد حعمل قاعدة جديدة، بدي أنسق الخلايا اللي بتحتوي على مش قيمة، الآن عندي إيش؟ نص. كنا في الأول نتعامل مع أرقام، هذا عندي نص، بدور على النص. طيب النص بدي يكون يحتوي على كلمة إيش؟ ممتاز. فممكن أكتب هنا ممتاز واقول له نسق لي اياه بهذا اللون، هاي موافق. والقاعده الثانيه مثلا اللي جيد، نص الخليه او نص محدد يحتوي على جيد، نص
وبنكمل كل القواعد. موافق؟ راح يطبق لي هنا ممتاز وجيد، ممتاز وجيد، تمام؟ لا لو غيرت الممتاز لجيد جدا راح يتغير لونها لجيد جدا، هذا المتوسط صارت ممتاز بيروح لونها للازرق زي ما احنا عملنا في اللي هو التنسيق الشرطي.